رامي التماس من ناحية اليمين عند عماد، هو المختص في كل رميات التماس، يلعب الكورة في منطقة الجزاء مرة تانية. ضربات خطيرة خطيرة خطيرة، تسديدة ولكن في أيدي حارس المرمى من جديد. جول 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 جول، يا سلام يا سلام يا زيزو يا سلام، هدف رائع جدا بتسديدة خطيرة 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 خطيرة، هدف رائع جدا، تسديدة زي ما جت زي ما راحت على طول في المقص. جول جول ممتاز جدا يا زيزو، زي ما قلت لك هي هتيجي مش هتيجي غير كده، دربكة وإبعاد وتسديد وإتقان وتوجيه سليم جدا في المرمى. يا سلام يا زيزو، هات لي الإعادة، هات لي الإعادة وجمال الإعادة. شوف الكورة، رمية التماس اللي اتلعبت في منطقة الجزاء على طول، الدربكة اللي كانت موجودة كانت خطيرة، التسديدة من زيزو، الله 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 على التسديدة الجميلة القوية التي ممكن نقول عليها هي دي التسديدة اللي نقول عليها لا تصد ولا ترد. اكتفى اكتفى اللاعب عبد العزيز البلعوطي بالنظر للكرة وهي تعانق الشباك، تدخل الشباك ويسجل الداخلية، هدف أول مباغت جدا في الظهور الأول والهجوم الأول والضغط الأول. يا سلام يا زيزو، الظهير الأيسر يظهر ويسجل الهدف الأول.